عليها متقابلين. ها؟ بس تسمع تلاوة. تلاوة سورة الواقعة. تسمع متى تسمع؟ تسمع اللي حافظ يجي يقول لي حافظ اسمع على طول. حافظ؟ ما شاء الله. إن شاء الله. طيب اقراها انا. بسم الله الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه، لوقعتها كاذبه خافضه رافعه. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هباء منبثا وكنتم أزواجا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. الله يعطيكم العافية. في المرة الجاية حبين لكم بس متى نخفي النون، متى نظهرها، متى عشان ترى 90% من طلاقة اللسان تعلم تجيد، أتوقع ممكن هذا الشيء صح. أي فحتى بعد كده ما تتكلم بين الشباب الله يعطيك طلاقة في اللسان. الله يكتب. هذول مدارس التحفيظ اللي كانوا يدرسون مدارس التحفيظ. أي تقام الحين ما شاء الله. أنت كنت درست مدارس التحفيظ؟ ما شاء الله. ابتدائي إلى متوسطة رحت المدرسة ثانية وغير من درس التحفيظ. ايه بس كان لها في البداية أثر كبير أكيد. أصلا نقلنا من المنطقة وبعد صارت بعيدة. فلو قدرت تحفظ الآن هذه عشان بعدين ناخذ التصحيح اللي بعده وتحفظه حفظ إن شاء الله. صح. أعوذ بالله من الشيطان. إن شاء الله تفوزوا فيه أنتم إن شاء الله. على فكرة وش الجوائز؟ والله ماني عارف بس جوائز طيبة وقلنا له يمكن بعضها تكون رصيدي. ايه بس اذا ما اعطوك علم اكيد ما مين هو؟ الادارة انت قصدك؟ لا ما تشيلها من انت ما تشيلها من انت احفظ. احنا بنحافظ احنا بس نبي الجوائز فلوس. طب الله ها؟ احفظ. مو شرط تسمعوها يعني كامله على طول. اليوم سمع هذا الجزء بكره خلاص كذا تمام. حلو اي عشان لا تسهل عليكم. تمام. الى متى هي؟ هي المفروض الى السبت. بعد بكره اي فلو قدرت كل يوم نص صفحه. تمام. خلينا نكلم الشباب اللي برا كمان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا
وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. وقعت الواقعة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا مست الجبال بسا كانت هباء منبثة كنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ذلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة جت الأرض رجع بست الجبال بس فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة فأصحاب الميمنة ما أصحاب فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. حفظه؟ حفظ لا حفظه أعود تحفظونه تقني أول مرة أقرأ كلمة هذه موضونة موضونة أسمع سرر مرفوع سرر موضونة كم مرة تكلت تكرت بي لا ربك ما تكذبون في الرحمن ما أدري قلت للشباب بكرة حنبدأ في موضوع متى نظهر متى نخفي متى نطول الغنة متى تدري لو نقرأ القرآن صعب تجويده صعب أقول لو نقرأ بتجويده بس تسمع ليش ما فهمت الحين يسوي أعطيتني مصحف أنت تبي تحفظ ولا بعدين تشوف وقت تحفظه؟ يعني هذه حفظ وتجويد ولا؟ لا هذه أصلا تصحيح تلاوة بس الشباب اختاروا صورة الواقع لأنها في المسابقة حقت فارس صورة الواقع فاهم؟ تفضل. إيه. قصدي يحفظ حفظ يعني. إيه. جي شوف. ما ينفع أقول قول الله أحد. هذه حفظها أنت من. هو الطويلة ذي ثلاث صفحات ونص. بس سهلة لو كل يوم تسمع نص. كلم فارس خلي مثلا الى يوم الاثنين او الى يوم الاحد حافظ خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. كمل يا طوف يا ولد حافظ؟ لا يا وقعت الواقعة
انسلقت يا كاذبة رافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجت الجبال بسا فكانت أبا منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة وأصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة وأصحاب الشتم وأصحاب المشامة وأظن السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ذنة من الأولين وقليل من الآخرين على سر الموضوع متكئين على متقابلين. خلاص حط ترى والله ما شاء الله قفل وقرا. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. اصبر علي شوي اصبر علي شوي. إذا رجت الأرض لا حفظتها بس أنا دائما مستعجل. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت أبا منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشامة ما أصحاب المشامة أولئك ثل والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. خلنا احفظها صح زين. تصحيح تلاوة لا تصحيح تلاوة ما شاء الله. الواقع ليس الواقع يا كاذب محمد فارس. ايش فارس مش سوى مسابقة صورة الواقع؟ انت سوى يا هو سواها. يلا ابدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة طبعا ها؟ لا تمد خافضة بألف بس ما في مد مش اي الف تمد. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. لا تمد هذه فيها يعني ألف سعين إيه ألف صغيرة بس المد شوف هنا شوف هذه علامة المد شايفة؟ وذي يسعنني؟ لا هذا ألف إنه موجود ألف بس ما كتبوها ممدودة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ما في أصحاء لأنه ما في تجويد أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم في جنات النعيم ذلة من الأولين وقليل من الآخرين على سر الجبال بسا وكانت أبثا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة وأصحاب الميمنة. كويس كويس والله بس ركز مش أي ألف تمد والنون حاول تعطيه حقه بس تمام. فين النون؟ أي نون؟ مثلا في جنات النعيم في جنات النعيم ثلة من الأولين ثلة من الأولين. شوف تقول ثلة من هي ثل شوف طول فمي ثلة 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 لا منون ميم ثلة من ثلة من الأولين وقليل كمل وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين ما في متقابلين على طول.